عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وذلك بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. وناقش الاجتماع تطورات في قطاع غزة ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد العسكرية تجاه المدنيين العزل، حيث جدد أعضاء اللجنة موقفهم الموحد إزاء رفض العدوان وطلبوا بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية وتعرقل دخول المساعدات العاجلة لأهالي غزة. كما عبروا عن موقفهم الرافض لكافة عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.